مدينة نيويورك في كارثة، والأمل الوحيد لها هو الجندي الخارق بروفيت، واللي هو بطل قصة كرايسيس 3. كرايسيس 3 ما بتضيفش كتير لمعدل كرايسيس زي الأجزاء اللي قبلها، ولكن بتقدم على الأقل منظومة معارك متماسكة وممتعة، ومن أفضل الأنظمة اللي ممكن تقابلها ضمن ألعاب التصويب من المنظور الأول. You take out the artillery. I'll bring in the veto. Go on, mate. It ain't the end of the world yet. طبعا اول حاجه بتيجي على ذهنك اول ما بتسمع كلمه كرايسيس هي الجرافيكس. بص، هو ما فيش ادنى شك ان اللعبه على البي سي بمنتهى الابهار، لانها بتستخدم امكانيات البي سي كلها، ومع ذلك شكلها جميل جدا على البلاي ستيشن 3 واكس بوكس 360 مع انهم ابتدوا يقدموا. بعد ما الخراب حل على مدينه نيويورك، الطبيعه بدات تنمو فيها من جديد، وده بيضفي على المدينه كميه كبيره جدا من التفاصيل. فاول مشهد هتخرج فيه للمدينه هتسيب اللعبه وتقف تتامل للحظات المكان اللي حواليك، الاضاءه الساحره، الزرع اللي حواليك، ولتفاصيله دقيقة للغاية وواضح فيه كل عشب على حدة. الجرافيك اللي في اللعبة خليط من النباتات والمباني، واللي نتج عنه مشاهد ما شفتهاش في لعب قبل كده. برضو الصوت ممتاز، والأسلحة أصواتها بيوصل لك رد الفعل مظبوط. موسيقى تصويرية بتشتغل في الوقت المناسب، وأصوات الخصوم هتخليك متيقظ ومستمتع بالمعركة، خصوصا لما بتبتدي تحاصرهم. الفرق المفاجئ المرة دي في كرايسيس انها نجحت انها تحكي قصة نقدر كلاعبين نتعاطف معاها، بيدعمها سيناريو قوي واداء صوتي ممتع وتمثيل محترف لمعالم الوجوه وتعبيراتها. ده بيبقى واضح بشكل كبير في السيناريو اللي بيدور بين بروفيت والمساعد بتاعه البريطاني سايكو. برغم من ان قصة كرايسيس بطلها بيغلب عليها صفة الآلة، الا ان المرة دي القصة انسانية للغاية. اللعبة بتتيح ليك الفرصة انك تتعامل مع قدر كبير من الخصوم، ونانو سوت بتتيح ليك الفرصة انك تنوع اسلوب القتال بتاعك بين التخفي والمواجهة المباشرة، طبعا على حسب الموقف اللي بيواجهك. كمان اللعبة فيها منظومة هاكينج بتتيح ليك الفرصة في برمجة بعض الالات الحربية لصالحك، ده غير اضافة سلاح القوس واللي بيعتبر سلاح صامت مبدئيا، ولكن ممكن تطويره ليؤدي وظائف تانية زي التفجير او الصعق. نقطة القوة الرئيسية في لعبة كرايسيس هي منظومة التحكم اللي ما فيهاش ولا غلطة. امكانية انك تطور السلاح بتاعك وانت واقف، واليات تغيير السلاح بسهولة شديدة، كل ده بيشتغل بشكل ممتاز من غير ما يضع بينك وبين اللعبة حواجز الذكاء الاصطناعي اللي في باقي اللعبة التانية. تقدر تقول انك هتبقى بتتحكم في اللعبة بالغريزة كأنك انت فعلا اللي بتقوم بدور بروفيت. النانو سوت بتبدأ زي ما كانت في الجزء الثاني، لكن منظومة تطوير النانو سوت اتغيرت تماما، لانك بقيت تقدر تغير الخواص بتاعتها حسب الحاجة. برغم من ان كرايسيس 3 اقصر من كرايسيس 2، الا ان تطور الاحداث فيها افضل والمستويات فيها بتتيح ليك حرية اكبر في الحركة. من الاخر، اللعبة بتوفر لك مميزات الاوبن وورلد اللي في كرايسيس 1 وخط الاحداث الواضح اللي في كرايسيس 2، ده غير ان بعض المستويات المتقدمة في اللعبة ضخمة جدا. اللعبة جماعي كان وظيفة كرايتيك بريطانيا، والواضح انهم عملوا فيه شغل راقي. كل اساليب اللعبة السابقة لسه موجودة، وتم اضافة اساليب جديدة، احدهم واهمهم الهانتر مود، واللي بيضع زوج من مرتدي النانوسوت مسلحين بالاقواس ضد مجموعة من الجنود، كل جندي فيهم بيتم اصطياده بيبدل الفريق وبينضم للهانترز. الجديد في الموضوع انك لما بتكون تابع للجنود العاديين بتبقى بتحارب اشباح انت مش شايفها، بجد قمة الاثارة. كرايسيس 3 هي صورة أكتر لمعانا للأجزاء اللي سبقتها. القصة فيها بتوفر قصة إنسانية بتحد من شروط الخيال العلمي اللي في السلسلة، وبتقدم سبب مقنع للعنف اللي فيها، وده شيء كان غايب عن الأجزاء اللي فاتت. وبالرغم من إن المالتي بلاير مش بالقوة اللي تزيح باقي الألعاب الفيرست بيرسون شوتر من الساحة، لكنها بالتأكيد تقف كمنافس محترم وله مميزاته الخاصة. هل هو ده الجيل الجديد من العاب التصويب؟ الإجابة لا، لكنها بالفعل تجربة تحكم متكامل، تطور سريع، وتكتيك عالي، وايضا اضافة ممتازة للسلسلة على الاقل في الوقت الحالي. شكرا للمتابعة، واهلا بكم في IGN Middle East.